إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك. دايما مريض السكر لو حصل في وقت ما وطبيب السكر المتابع ليه قال له إننا محتاجين نغير العلاج بتاعك اللي انت ماشي عليه ونبدأ نتعالج بالإنسولين علشان نظبط السكر أحسن، المريض بيتصاب برعب واكتئاب مجرد بس علشان هيتعالج بالإنسولين بدل الإقراص. ودايما وقتها المريض بيحاول إنه يقاوم مع الطبيب فكرة بدء العلاج بالإنسولين. إيه سبب رعب الناس من الإنسولين؟ ليه الناس بتخاف من حاجة اسمها الإنسولين؟ والخوف ده مبرر ولا لا؟ أول سبب بيخلي مريض السكر يصاب بالاكتئاب والذعر لما الدكتور يقول له أنت هتتعالج بالإنسولين أنه بيعتقد أن حالته بقت متأخرة، علشان كده الدكتور قال له نتعالج بالإنسولين. وكمان بعض الناس بتعتقد أن بداية العلاج بالإنسولين هيكون مرتبط بمضاعفات كبيرة للسكر عنده، وبيظن أن الإنسولين هو سبب المضاعفات دي. لكن في الحقيقة مضاعفات مرض السكر ملهاش دعوة بالإنسولين خالص، بل بالعكس ده الإنسولين وتظبيط السكر بالإنسولين هو اللي هيحميك من تفاقم مضاعفات السكر على جسمك. في صنف تاني من الناس ما بيحبش الإنسولين بس علشان خايف من شكة الإبرة، لكن دلوقتي مع ظهور الإنسولين الألم اللي ريح الناس كلها من شكة إبر الإنسولين بقت الأمور أسهل بكتير. مريض السكر لو هيخضع لعملية جراحية أو الست الحامل مثلا في شهور الحمل، الفئات دي من الناس غالبا بنحتاج نديهم الإنسولين فترة مؤقتة أثناء الفترة الحرجة دي، فترة الجراحة أو فترة الحمل، علشان هو ده اللي هيتحكم في السكر عندهم كويس في الفترة دي. بعد كده ممكن نرجع لعلاجه من الأقراص عادي. مريض السكر بيعتقد لما بنقول له أنت هتعمل جراحة وهتحتاج إنسولين أثناء الجراحة، بيعتقد أن احنا خلاص لو بدأنا الإنسولين مش هنعرف نوقفه بعد كده، وده مش صحيح. الإنسولين هو أكثر الأدوية أمانا وفاعلية في ضبط السكر في الدم، وأقل أدوية السكر في الآثار الجانبية، وكمان أكتر أدوية السكر نجاحا في الحماية من مضاعفات السكر على المدى البعيد. النصيحة اللي عايزين نوجهها النهاردة لكل مريض سكر: اوعى تقلق او تتوتر لما طبيبك يقولك هناخد انسولين، لان مصلحتك هي اللي عايزة كده. والانسولين فعلا علاج آمن وفعال ومفيش منه اي قلق او اي رعب، بالعكس ده هيحافظ على صحتك ويحميك من مشاكل كتير. دمتم بصحة وسلامة. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.